عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. شنو عامل في القراية؟ القراية دوزيام كوت عادي تروازيام. وبرشا سيريات وبرشا خدمة. بالطبيعة يخدم يلقى. شنو طموحك؟ أنا طموحي الهجر. طموحك الهجر؟ يا. علاش؟ علاش على تونس علاش؟ أنا حسن وضعك. أنا قاعد نقرا تو. باش نوصل خويا كما نقولوا نحن الباك. كان جات ولا مشيت فورماسيون نطلع بها ما سهلش ربي هذاك هو خويا شنو ما كل الشباب يخمم كيفك لما حالة الشباب الكل يخمم كيفك اليوم فورماسيون ويحب يخرج الباك فما اللي يخمم في الغير شرعيه زاد فما اللي يخمم في الشرعيه فورماسيون بالانفورماسيون خير عاد هكاك في كل حالات تعمل فورماسيون لكن الهجره حاجه اخرى سواء انك تمشي في الطياره بطرق قانونيه تقعد غادي والا باش تحصل على الفيزا هذيك اللي تفرق اليوم برشا قاعدين يعملوا فيها انهم يمشوا يحرقوا الفيزا ما يخمموش انه مثلا غادي باش يتمرمد باش تصير له مشاكل هذيك عاد حاجه اخرى كيبدا عنده شكون يحرق يمشي فاكونس ويحرق الفيزا غادي خممت ليه ما عنديش انا شكون البار حتى كان عندك بصفه عامه راه ما ياخذوش تفرق راه مش كيما هنا خالك ايش يقول لك يجي وكذا لكن غادي دنيا اخرى وعالم اخر حد ما يفكر حد وغادي كل واحد يجبد للروحه ما عادش يعرفك غادي بخلاف امك وابوك ما يعرفك حد غادي بخلاف عائلتك يعني ما يعرفك حد فما بيد عائلتها ما عرفتهاش غادي عرفهم صحاب ها؟ فما صحاب مشاو غادي فما صحاب برشا من الحومه مشاو غير شرعيه وشرعيه كل سنة فما شكون مشاو فما غير شرعيه برشا صحابك ولات حومتي كلهم صحابي كلهم اخواتي ها اي نعرفهم تشوفش اللي يختار برشا لحياتهم انه شو يخرج في مركبه يوصلوا ب 30 و 40 و 50 واحد في مركبه مش صالحه حتى لخمسه من الناس هذيك هو ميت في تونس ولا ميت في البحر كيف بعد القضاء اللوم بعد القضاء بدعه كما تقال لكن فما ناس عائلات محرومه من با وصلت لقات الجثث نتاع صغارها هذيك ما تشريش من الدنيا معناها انك تعدي حياتك كامله مش عارفه ولدك مات ولا ما ماتش. هذيك سكادرا وفازيات هذي عالم حاجه اخرى فهمت وهو ما اخويا ضيع مستقبله من الصغر شنو باش يبقى يعمل هو يلقى مستقبله ضاع صاي يخزر البحر ويقطع هذيك ايش باش يعمل هو فهمت هو ضيع مستقبله بقى في الحومه في سيد وواحد كبر الخو عمره 20 30 ما عادش عنده حد شيء بالطبيعة باش يخزر الحرقة باش يمشي لأوروبا هذيك علاش يماريوا بعضهم في الحرقة ما يماريوش بعضهم في انه يحلوا مشروع صغير ويحاولوا باش ينجح انه زوز اصحاب يتلموا يحاولوا بعائلتهم تعاونهم يحلوا مشروع وموجود برشا ناس تحب تخدم هو يقول لك يكون حرقة 100% خويا غادي يكون ضامن المستقبل مش يعني باش حط برويتة ولا نعرف شنيا ويبدا يخدم ويعد يقول لك بالك ما تنجحش ولا درا شنيا ويخد كسر في راس فهمت وهو اخويا نعرفش انا هو ضايع صايع مستقبله لازم يمشي لغاديك يمشي هل حاطط في مخك انك تكمل قرايتك؟ ايه بالطبيعة اخي انا قاعد باش نعمل تو قاعد نحاول اش قلت نحاول؟ عاودت عام وقاعد نتعلم منه فهمت وباش ننجح بقدرة ربي وباش نوصل الباك و واللي فيه الخير ربي يسهل فيه. اليوم شنو هي علاقة التلامذة بالأساتذة نتاعهم؟ علاش تغيرت شوية؟ ما عاد شكل احترام المتبادل على الأقل الصغير التلامذة ما يحترموش أساتذتهم. والله ما نعرفش هذاك هو الوقت تبدل هذاك هاي. ولكن الوقت تبدل ما يخليش تلميذ سامحني عايط على أستاذ بارفوا يضربوا صارت حالات أصلا. شنو اللي يخلي التلميذ شو في مخه اللي يخليه يضرب أستاذ؟ النظام اللي في التربية هذاك هاي. نظام اللي في التربية في وزارة التربية لازم تكبس شوي وذيك هاي القدر وساعات بروفي يطيح القدر يبدا بروفي يجي كابس روحه من الاول راه قدره ما يطيحش يبدا كابس من الاول جو بيه شدا يرخفوا حال اللعب باش يتحل اللعب هذيك فما كتهريج اللي تعملوا فيه بارفوا في الكلاس تلقاكم تضحكوا وتكثروا لها دي فاسون انه الاستاذ مش عارف روحه شو يعمل معاكم تلقاو مجموعه يتصرفوا ناس هما ماشي بينكم كو عاملين جو كذا مي تعمل جو تضحك عنده حدود مش انه تضحك تلامذ على استاذك ولا تضحك حتى على زميلك في القسم حاجات مبالغ فيها هذه هو يكبس السنتوره فما مدير وفما قايم
فما مدير وفما قائم عام وينجم يتم طرد ولا شنا. انا اضطرت خويا السنين اضطرت 3 ايام على فما دخله ولا شنا في الليسي. وليت انا منظمه خاطرني انا من برج الوزير وواحد هذاك خاطره من برج الوزير و ومتاع مشاكل ومتاع وذني هو اللي عاملها. انت ما عملتهاش؟ عملت ايدي لسيقي انا حاضر مع العباد الكل، العباد حاضره وانا حاضر معاهم. عاقبوك انت 3 ايام؟ تعاقبت انا ومعايا. ما دخلتش معاهم؟ ما عملتش معاهم ليه؟ عملت كلنا عملنا هذيك هي كما نقولوا دخله متاع باك، يحضروا فيها المتوجهين الكل. انا متوجه ايكو، حضرت مع باك ايكو هذيك هي. عاقبوك علاش؟ شنو هل احتجوا على الدخله اللي عملتوها؟ ادخال شماريخ وتنظيم دخله ونعرف شنيا وادخال غرابية وما نعرف شنيا وطردوني خويا 3 ايام. فترة الامتحانات تسمى فترة الامتحانات طردوني. قداش من واحد طرد؟ قبل كما نقولوا لافون بلوكي 3 ايام الاخرانيين، فهذوك هما طردت فيهم وتحرمت يظلم 3 دفوارات. حرمت ما عديتهمش؟ ايه ما عديتهم. نجحت ولا؟ ما نجحتش. على هذاك؟ اه على هذاك. يعني المفروض الاساتذه اللي هنا كانوا يراعيوا انك لازم 3 دفوارات تعطيهم. ايه خو تاكد اللي انت تم حرمانك معناها من عديت واحد منهم وزوز ما عديتهمش. ما عديتهمش خاطر دي نهارتها ما ترد. هو ما لقيتش الوقت خاطر بعد 3 ايام هذوك فما سمين بلوكي. انا ما عجبنيش حاضر سمين بلوكي اللي بير فين هذيك. قداش من تلميذ وقتها تم طرد؟ ما نعرفش انا في كلاسي انا واحد ولا انا واحد كاكا. قول انت بارفوا الاساتذه لازم زاد يكونوا متفاهمين ويراعيوا مصلحه التلميذ قبل ما نعرفش ياخذوه بعين الاعتبار، يعاقبوه بالقانون، يوعيوا الدفوارات نتاعو وكل شيء. نسالك فما ظاهره ولت منتشره معاكم انتم شباب في عمرك انت اكبر واصغر، سواء تكونوا مروحين من ستاد كنتوا تقصوا في التيكيات او كنت او مروحين من بحر كنتوا تبحروا، تطلعوا في كار مجموعه من الشباب يبدا كلام زايد، يبدا عدم احترام الناس اللي راكبه، وتحسوا كانوا الشيخه نتاعهم انهم مش يعملوا كلام الافعال هذيك في وسط الناس، والناس تحترم وتسكت، والجيل هذايا ما يسكتش يبدا يغني في كلام خايب ويوصل حتى يعتدي وتصير ومتكرر حوادث. شنو اللي في مخاخ الشباب كيف ما هكا مش يعمل حاجات هكا؟ هذيك هي مجموعة نتاعهم يمشوا مع بعضهم، يروحوا مع بعضهم، ياكلوا مع بعضهم، يعيشوا مع بعضهم. هذيك في وسط غنية في كار ولا في حاجة باش تخرج كلمة كلمتين زايدين. فما شباب متعمد انه يقول كان كلام الخايب، متعمد انه يسيطر على الناس اللي في جنبه كلها ولو انه في مكان صارت وتصير ديما عليه. شنو معناها؟ شنو مدى اهميتها؟ شنو شخصية العبد؟ شنو في شنو تنتظر معناها حاجة كيف ما كان؟ هذيك قلة طارب انا نشوفها اخو، ما تقدرش مرأة كبيرة، راجل كبير في الكار، في تاكسي جميعي، في اللي هو في تران، في اي نقل عمومي، نشوفها قلة طارب يعني. وانا الحمد لله يا ربي عمري ما عملت اخو، نطلع مع ولاد حومتي وجوي بيه ما نعملهمش هذوك.